السلام عليكم واهلا بكم. احنا اتكلمنا قبل كده كتير عن وجهة نظر الجيش السوداني في اللي بيحصل، وقلنا وفسرنا ليه الجيش السوداني حصل له نوع من التراجع، او بمعنى اصح نفذ مجموعة من الانسحابات غير المفهومة وغير المبررة على الاطلاق، زي اللي حصل مثلا في ولاية الجزيرة واللي كان انسحاب مخزي لابعد درجة بمنتهى الامانة. ولكن مع ذلك احنا بنحاول نساند الجيش السوداني مع التزامنا بالامانة الصحفية والمهنية في نقل الاخبار وتحليلها ومناقشتها، وده رغم انه مصلحة مصر مرتبطة تماما بانتصار الجيش السوداني، لانه مصر مصلحتها وامنها القومي مرتبط ارتباط وثيق باستقرار الدولة السودانية الوطنية، وبالتأكيد صانع القرار في مصر مش عايز يكون في الخرطوم قائد ميليشياوي مرتزق، اكيد لا طبعا، لأن مصر من مصلحتها إن اللي في الخرطوم يكون رئيس حكومة منتخب سواء مدني أو من خلفية عسكرية أو حتى يكون قائد الجيش هو اللي بيحكم مؤقتا، ولكن في النهاية من مصلحة مصر إن اللي يحكم الخرطوم يكون شخص تابع لمؤسسة وطنية سودانية لها قرار مركزي وسيادي مش مرتزق بيتمول من الخارج، وأعتقد إن الكلام ده بديهي جدا ومفهوم جدا جدا. وعلشان كده احنا بنساند الجيش السوداني، وكل شخص بيشتغل في الاعلام عنده أجندة، واحنا أجندتنا ان احنا بندعم مصر في المقام الاول، ثم بندعم حلفاء مصر، وبندعم المؤسسات الوطنية في الدول اللي مصر قد تتضرر من انهيارها، وعلى رأسهم طبعا السودان وليبيا. تعالوا بقى نشوف وجهة نظر ميليشيات الدعم السريع في اللي بيحصل، علشان نكون بننقل وجهات النظر من الطرفين. يوم 9 يناير الجاري صرح محمد المختار نور المستشار لقائد ميليشيات الدعم السريع ان الميليشيا وقائدها ملتزمين باتفاق اديس ابابا اللي رفضوا البرهان في تصريحاته الاخيرة، وبالتالي الجيش السوداني اعلن ان اتفاقية اديس ابابا ما بين حميدتي وحمدوك هي والعدم سواء، واي حد عايز يتفاوض مع الدولة السودانية الشرعية المعترف بها دوليا يجي يتفاوض في بورسودان مع مجلس السيادة مش في اي مكان تاني ومع اي حد تاني. طبعا الكلام ده مش عاجب حميدتي ولا مستشاره ولا الدولة اللي بتصرف عليه، فبالتالي كان لازم يرده، واحنا هنا بنستعرض تصريحات رسمية من مستشار قائد ميليشيا الدعم السريع، يعني الراجل ده بيتكلم بلسان حميدتي زي ما ياسر العطا كان بيتكلم بلسان الجيش السوداني والدولة السودانية، وتحديدا لسان عبد الفتاح البرهان نفسه رئيس المجلس السيادي، لان ياسر العطا نائب لقائد الجيش يعني نائب للبرهان، وهو ثالث اقوى رجل في السودان دلوقتي بعد البرهان وحميدتي. فاحنا هنا بنحلل مع بعض التصريحات الرسمية لميليشيات الدعم السريع. مستشار حميدتي استمر في تصريحاته اللي قالها خلال مقابلة مع وكالة انباء العالم العربي، واكد انه بالنسبة لحميدتي فالاتفاقية اللي توصل ليها رفقة حمدوك في اديس ابابا هي خارطة الطريق لمستقبل العملية السياسية في السودان، وغير كده مفيش اي سبيل للتفاوض، بالاضافة الى ضرورة وقف اطلاق النار ما بين الميليشيا والجيش السوداني. يا حلاوة بجد دي كوميديا. كمان بيكمل وبيقول انه لازم يكون في فتح لنوافذ للوصول لاكبر اجماع سياسي مع بقية القوى السياسية في السودان ما عدا المؤتمر الوطني اللي هو كان الحزب بتاع عمر البشير، ودي لفتة من مستشار حميدتي كده عشان يوضح للناس انه مش كوز او انه مش اخوان او انه ملوش علاقة بالاخوان، مع ان اللي عمل حميدتي في الاساس هو عمر البشير اكبر كوز في كوكب الارض على فكرة. يعني بدون الإخوان ما كانش هيكون في حاجة أصلا اسمها ميليشيات الدعم السريع، ومن قبلها برضو ما كانش هيكون في حاجة اسمها ميليشيات الجنجويد، فبالتالي فضل الإخوان عليكم أكبر بكتير من فضل الكفيل الحالي اللي بيصرف عليكم، لأن الإخوان هم في الأساس اللي صنعوكم، وانتوا دلوقتي جايين تتبرقوا منهم وعايزين إن احنا نصدقكم، ما انتم منهم وهم منكم، والسودان كلها إخوان على فكرة. ده بالمناسبة للناس اللي بتقول ان الجيش اخوان، لا سيدي الفاضل، السودان في غالبه اخوان، جيش بقى ميليشيات شعب كله في بعضه اخوان. ما هو اكيد يعني اللي بيتكلم ده يا اما مجانين يا اما شايفين اننا سذج وقصرين عقليا علشان نقتنع بكلامكم ده. المهم مستشار حميدتي قال نصا: في ظل وجود البرهان ومجموعته لا توجد اي بارقة امل للحل. تخيل ان ميليشيا عايزة تفرض على جيش السوداني الوطني الرسمي انه ينقلب على قائده ويعزله علشان الميليشيا تقبل ان هي تتفاوض مع الجيش، مهزلة طبعا. ولكن طريقة الحوار دي ما بين الميليشيا والصحافة عن الجيش السوداني بتدل على ثقة الميليشيا الميدانية، وده يا جماعة حقيقة لازم نعترف بيها، ميليشيا الدعم السريع بتسيطر على أجزاء واسعة جدا من السودان، وحتى لو كان الجيش السوداني بيحقق تقدم محدود وضيق في الخرطوم وضواحيها، فده مش معناه إطلاقا إنه الجيش السوداني بيقترب من القضاء على ميليشيا الدعم السريع.
فالتحركات المحدودة والانتصارات المحدودة تظل تحركات وانتصارات محدودة، وما ينفعش إننا ننفخ فيها ونديها أكبر من حجمها. ولكن في نفس الوقت لما يستعيد الجيش زمام الانتصارات والمبادرة بالتحرك ويكبد الميليشيا خسائر ويخليها تنسحب ولو من مناطق محدودة، فده بيدينا بارقة أمل في تطور الصراع لصالح الجيش. وأكيد لو حصلت تحركات كبيرة بمعنى تحركات عسكرية يعني هتغير الواقع الميداني لصالح الجيش السوداني، فاحنا أكيد هنكون أسعد ناس بيها. ولكن حاليا احنا عندنا معلومات واضحة ومحددة، الجيش السوداني لا زال في مأزق، والجيش السوداني مش قادر يستعيد المناطق اللي خسرها بالكامل، علشان كده اعلن تسليح الشعب. واحنا اتكلمنا كتير وقلنا ان دي خطوة محفوفة بالمخاطر وليها اضرار امنية وسياسية واجتماعية كارثية محتملة في المستقبل. واساسا فكرة ان السلاح يكون مع كل الناس فدي بحد ذاتها فكرة مرعبة، ولكن ده اختيار الجيش السوداني وهو اللي هيتحمل تبعات اختياره في المستقبل. والجيش مضطرش انه يختار الحل ده الا بعد عجزه عن مواجهة ميليشيا الدعم السريع عسكريا في الميدان، ودي حقيقة لازم نعترف بيها، لانه لو كان قدر يقضي على ميليشيا الدعم السريع بدون تسليح الشعب السوداني كان عمل كده. ولكن الجيش محاصر في شرق السودان وباقي السودان كلها تقريبا تحت سيطرة الدعم السريع ما عدا الخرطوم اللي فيها نزاع ما بين الطرفين. يعني نقدر نقول ان الجيش السوداني مسيطر على من 30-40% من السودان، والدعم السريع مسيطر من 60-70% من السودان. فبالتالي الوضع الميداني بيسمح لميليشيات الدعم السريع ان هم يفرضوا شروطهم، وورقة الضغط اللي مع البرهان بتسليح الشعب تسمح له برضو ان هو كمان يفرض شروطه مع انه مهزوم ميدانيا، ودي المفارقة العجيبة. ولكن حتى لو الجيش السوداني ومعاه قوات الشعب اللي تم تسليحها انتصروا في الحرب دي، فالمنتصر في الحرب دي في النهاية هيكون مهزوم، لان السودان هتخرج من الحرب دي وهي للأسف مش دولة اصلا، وكل شيء فيها اتدمر وهترجع 1000 سنة لورا. البرهان في خطابه الاخير بيقول ان في مناطق في السودان الناس فيها رجعت تركب الحمير لمؤاخذة، تركب الحمير علشان تتنقل، وقيس على كده كل مناحي الحياة في السودان. فالحرب دي المنتصر فيها خسران ما عدا الكفيل طبعا، لانه نفسه منعينه ان السودان دي تتحول لكوم تراب علشان يقدر يتحكم فيها براحته. ولكن انا بتكلم على الفئات السودانية نفسها اللي هي اساس اشتعال الحرب، فاللي هيكسب فيهم مش هيعرف يدير البلد في المستقبل، خصوصا مع انتشار السلاح. وانا توقعي الشخصي انه بعد نهاية الحرب مهما طال الامر فالسودان بكل اسف هينقسم، الا اذا الجيش سلح نفسه بصورة مرعبة وفرض سيطرته الكاملة على كل شبر في السودان. ولكن حاليا على الاقل احنا عايزين الجيش ينتصر علشان لو حصل تقسيم في السودان مستقبلا يكون تقسيم مبني على قرارات تحديد مصير، وينتج عن التقسيم ده دول شرعية زي دولة جنوب السودان مثلا اللي ليها حكومة واللي ليها جيش معترف بيه رسميا، احسن ما يتم تقسيم السودان على اساس ميليشياوي، وهنا هتكون مصيبة بالنسبة للسودان وبالنسبة لمصر، لانه هيطلع لنا كيانات ودول منفلتة كل دولة فيهم بتحكمها ايه ميليشيا. فده سيناريو كارثي بصراحة. فمصلحتنا من كل الجوانب ان الجيش السوداني لازم ينتصر، سواء بقى من خلال تسليح الشعب او من خلال مواجهات مباشرة ما بينه وما بين ميليشيا الدعم السريع، دي مش مشكلتنا، بس اهم حاجة ان الجيش ينتصر علشان الشعب السوداني في المقام الاول، وعشان الدول المحيطة وعلى رأسها مصر في المقام الثاني. اما المستقبل بقى وايه اللي هيحصل فربنا يستر، خلينا في اللحظة الحالية دلوقتي، لان احنا الى حد ما عارفين المستقبل بشكل كبير هيكون شكله ازاي، والمستقبل في وجود الجيش السوداني طبعا هيكون احسن بكتير من المستقبل في وجود ميليشيا حميدتي، وهي دي بقى المعادلة باختصار. وخلي بالك انه مستشار حميدتي مرعوب من فكرة تسليح الشعب، لانه قال في تصريحاته انه تسليح الشعب السوداني هو اكبر خطأ للبرهان، وانه هيقود البلاد لحرب اهلية لا يحمد عقباها. وقال نصا: الجيش هو من طالب المواطنين بالتسلح، وهم من طالبوا المواطنين بالاستنفار، وهذا يمكن ان يقود الى حرب اهلية، كما ان انتشار السلاح في ايدي المواطنين له خطورة مستقبلية، فالجيش نفسه لا يستطيع ان يسيطر على هذا السلاح الذي يوزعونه على المواطنين. على فكرة انا متفق مع الكلام ده، ولكن زي ما قلنا الحل الاخير للجيش السوداني ولجوءه لتسليح الشعب كان علشان يقدر يواجه ميليشيا الدعم السريع، فبالتالي الحرب الاهلية هتحصل لا محالة، او ان هي بدأت بالفعل بعد اعلان عبد الفتاح البرهان عن تسليح الشعب السوداني.
فحضرتك تسميها مقاومة شعبية، تسميها قوات إسناد للجيش السوداني، سميها زي ما أنت عايز، لكن طالما إن الشعب تم تسليحه فدي أول خطوة في الحرب الأهلية وأهم خطوة في الحرب الأهلية، لأن كل اللي جاي بعد كده سهل، أهم حاجة إن السلاح يوصل لإيد الناس. وهتتفرج ساعتها على أبشع المجازر اللي ممكن تتخيلها، وهتتحول من حرب ما بين جيش نظامي ضد ميليشيا لحرب جيش نظامي ومعاه ميليشيا ضد ميليشيا أكبر منه. فالمستقبل السياسي والعسكري للسودان للأسف سيء جدا، ولكن زي ما قلت مستقبل سيء في ظل وجود الجيش أفضل من مستقبل كارثي في ظل وجود ميليشيا الدعم السريع. ولكن معلومة أخيرة كده قبل ما انهي الحلقة، من بعد تسليح الشعب السوداني على ايد الجيش السوداني وعمل لجان المقاومة الشعبية الى جانب الجيش، بدأت الانتصار تتحقق لصالح الجيش والشعب السوداني على حساب الدعم السريع وكفيله. وشوف كده الفيديوهات البسيطة دي اللي هتوري لك فرحة الجيش السوداني بتحقيق انتصاراته الأخيرة. عبس يا عبس، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الله أكبر كبيرة، الله أكبر، محمد عبد الرحمن، الله أكبر، السربتي، محمد البدري، والشهداء للدين، الله أكبر، 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 سوق المر ده المواليد مازن هلال لا يزول جوا جوا للمواليد ده الدكان ده عارفين الدكان منو ها ها ايش عارف سرابة سناس يكون عارف كل الغوة جوا انا دعم كسر الناس كيف سيو كسر كسر ده كسر مرة واحد الله اكبر يا جماعة ثبتوا جماعة الله جري جري الله اكبر الله اكبر الله اكبر جوا المورد جنجر كده جوا الله اكبر المورد المواليد الهشماب على دارسه بالبلد العباسيه كلها شغل تجيك شغل تجيك اذا ما في قدام بل 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 الله اكبر ولا يوم الاثنين 17 يناير قدام بس الله اكبر هاي قدام هاي على يد حرام الله اكبر جوا 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 ان شاء الله انجز الشغل الحراميه الحراميه تجرعده الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد نصر من الله وفتح قريب والله يا كلكم موت بس موت بس الناس قالوا ما في عمل خاص ها عمل خاص لا يزول ان شاء الله والله بتكون الصناعه اني في عمل خاص ونحن من هنا اللي قدام عمل عام بل بس من طرف الله عام بل العبار وصغار والله كبار وصغار الله اكبر 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 الله اكبر
معاكم شفتوا؟ والله يا دام معينا معاكم، انا هسه داهولا من قرايدي ما عملت اربع يوم ما عملت، يوم الخامس دي لسه بارج داهولا ظلحت، وان شاء الله يلا اشيل الشهاده، لو ما شلت الشهاده والله العظيم والله ما عاد كلها، بل بصغير البل ما لنا لكم اياها. داهولا قلنا وريناكم. نصر من الله يا فتى الغريب. في النهايه حفظ الله مصر، حفظ الله السودان، تحيا مصر، تحيا السودان. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.